بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. ها نحن يدور الفلك دورته ويتم البدر رحلته، ونعيش سويا هلال شهر رمضان الذي يأتي على الدنيا فيملأ القلوب سعادة وفرحة بهذا الشهر الكريم، شهر القرآن، شهر الرحمات، شهر المغفرة. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا مع استقبال هذا الشهر الكريم بقلوب تملأها الفرحة، هيا معا إلى خير الكلم، إلى هذه التلاوة المباركة في ليلة رمضانية على موقع وزارة الأوقاف. هيا معا نأنس بتلاوته ونرطب ألسنتنا بقراءته مع القارئ الشيخ هاني الحسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وغدا صدق الله العظيم. هيا معا إلى الفتح العظيم الذي عاشه المسلمون في هذه الليلة المباركة في ليلة 20 من رمضان مع فتح مكة والشيخ محمد ملكة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي فاضل بين الشهور والأعوام وجعل شهر رمضان من أفضل مواسم العام وفتح فيه أبواب الخير للأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أفعاله كلها محمودة ويده دائما بالعطاء ممدودة، وأشهد أن سيدنا وسندنا وفخرنا ونصرنا محمدا عبد الله ورسوله، خير من صلى وصام وتهجد بالليل وقام وبين لأمته الحلال والحرام. وبعد، فإن الله قد أودع في شهر رمضان الكثير من الكنوز والأسرار التي جعلت هذا الشهر المبارك شامة العام وتاج الشهور، فكما أن شهر رمضان هو شهر الصيام والقيام والصدقة والإطعام، فإن شهر رمضان أيضا هو شهر الانتصارات، شهر العزة والكرامة، فأيامه على مر التاريخ أيام النصر والغلبة والتمكين، نذكرها بالعزة والفخار لنستمد منها ما ينفعنا في حاضرنا ومستقبلنا. وإن من أعظم هذه الانتصارات الرمضانية فتح مكة، زادها الله تشريفا وتعظيما، والذي كان محطة فارقة ونقطة فاصلة في تاريخ الأمة الإسلامية، فقد فتح المسلمون مكة في العام 8 من الهجرة في شهر رمضان بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخرج منها مطاردا في يوم من الأيام، ها هو اليوم يدخلها منصورا مؤيدا مرددا ناسبا الفضل لله قائلا: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. وبذلك سقطت عاصمة الشرك والاستكبار الجاهلي التي طالما استغل المشركون مكانتها ومنزلتها في التحريض ضد الإسلام والمسلمين، وتحررت بلد الله الحرام من أضران الشرك والأوثان. فهو الفتح الأعظم كما قال ابن القيم في زاد المعاد، الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين، واستنقذ به بلده من أيدي الكفار والمشركين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل به الناس في دين الله أفواجا،
وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا. وفتح مكة مليء بالدروس والعبر، منها التواضع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة يعلمنا كيف نتواضع، وبالأخص في المواطن التي تكون فيها الأنوف في السماء، وفي اللحظات التي تدعو بنفسها إلى الكبر والزهو والتعالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل مكة وهو القائد المظفر المنتصر، لم يدخلها دخول الظالمين المتكبرين السفاكين للدماء البطاشين بالأبرياء والضعفاء، وإنما دخلها على ناقته ورأسه خفيض في شدة التواضع والخشوع لرب العالمين. لقد انحنى على رحله وبدا عليه التواضع الشديد حتى كاد شعر لحيته يمس رحل ناقته صلى الله عليه وسلم، في غاية من التواضع والخشوع المهيب لرب العالمين. ولذلك قالوا: تواضع عند النصر وابتسم عند الهزيمة. الدرس الثاني الذي نتعلمه من فتح مكة الاعتراف بالجميل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتم الله له فتح مكة تخوف الأنصار من أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتركهم ويحن إلى موطنه ومسقط رأسه، فقالوا فيما بينهم: أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فتح الله عليه بلده وأرضه أن يقيم بها؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء، فلما فرغ من دعائه قال لهم: ماذا قلتم؟ قالوا: لا شيء يا رسول الله. فلم يزل بهم حتى أخبروه بتخوفهم، فطمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: معاذ الله، يعني معاذ الله أن أترككم أو أن أتخلى عنكم، فأنتم من آويتموني ونصرتموني وجاهدتم معي وفديتموني بأموالكم وأرواحكم ودمائكم وأكثر من ذلك، فلا حياة إلا معكم ولا سكنى إلا بين أظهركم. فقال: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم، اعترافا بالجميل لهم. الدرس الثالث ونختم به إن شاء الله: إقالة عثرة الكريم. فقد حدث عند التهيؤ لفتح مكة أن حاطب ابن أبي بلتعة قد أرسل كتابا إلى قريش يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد مكة فاتحا، ولكن الوحي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فمنع النبي إرسال الرسالة. وأراد سيدنا عمر أن يضرب رأس حاطب، أن يقطع عنقه، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يرسي فضيلة إقالة عثرة الكرام، فقال لعمر ولكل الصحابة ومن جاء بعدهم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك يا عمر، لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وبذلك يرسي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة إقالة عثرة الكرام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعيننا على اغتنام الشهر الكريم، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وها هي الليالي المباركات تتوالى تحمل في طياتها عبق هذا الشهر العظيم ونسماته الإيمانية، وقد استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة. نأتي معكم إلى دوحة الدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ بلال مختار. عفوك ورضاك يا رب يا ربي.
بأعظم لنا أجرا ومغفرة، فإن جودك بحر ليس ينحسر، واقض ديونا لها الأخلاق ضائقة، وفرج الكرب عنا أنت مقتدر. يا رب أعظم لنا أجرا ومغفرة، فإن جودك بحر ليس ينحسر، واقض ديونا لها الأخلاق ضائقة، وفرج الكرب عنا أنت مقتدر. أرجوك يا بجاه من في يديه سبح الحجر. أرجوك يا رب في الدارين ترحمنا، بجاه من في يديه سبح الحجر. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسب. اللهم صل وسلم وبارك.